السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا من جديد. اليوم واحد الدرس ممتاز ولاول مره وحصري، لان حتى واحد ما قام بهذا الفيديو اللي غادي نقوم به اليوم. ستشاهدون تجربه علميه على المباشر حول استهلاك الطاقه بالنسبه للتلفزيونات. فهذا الفيديو اخوان ضروري تنشروه بكثره، لانه سيهم كل من يمتلك تلفزيون، ولتعرفوا كم يستهلك التلفزيون. هل يستهلك طاقة كبيرة؟ هل سيسبب لي مشاكل في فاتورة الكهرباء؟ إلى غير ذلك. مجموعة من المعلومات الإخوان حصريا اليوم. كما تشاهدون طبعا أنا لدي هنا تلفزيونين، هناك بعض التلفزيونات هناك في المنزل، لدي تلفزيون آخر هنا، سأقوم بتجربته مع نجربهم مع بعض. تقولوا لي أخ محمد كيف ستعطينا يعني قيمة استهلاك هذه التلفزيونات؟ سأعطيكم اللوحة اللي تجي خلف التلفزيون كم هو مكتوب من الوات، وسنقوم بتجربته على المباشر من خلال هذا طبعا المقبس الكهربائي، اللي هو عبارة عن سمارت بلاك، اللي هو مقبس ذكي يتصل بنظام الذكاء اللي عندي هنا في المنزل، يتسمى الدوموتيك، وسنقوم من خلاله باكتشاف كم يستهلك. ابقوا معي للآخر إخوان، سنبدأ التجربة هنا من مباشرة، وبعد ذلك سنتجه إلى باقي التلفزيونات ونكمل مع بعض. هذا المقبس إخوان طبعا سنضعه هنا إخوان، سنضعه في هذا المقبس. مقبس باللغة العربية يقولوا، نعم مقبس عنه لا أدري، المهم سان بريز كونيكتي اون فرونسي، بلاك سمارت بلاك ان انجلش. هو عنده إمكانية أنه يقيس لي الاستهلاك بالواط، يعني كم يستهلك كل قطعة، سواء وصلت معه لمبة، وصلت معه تلفزيون، وصلت معه جهاز استقبال، وصلت معه آلة لتحضير القهوة. على العموم هو يستهلك ويتحمل لغاية 2500 واط، نوعية ممتازة من شيلي. الموضوع ما فيه إخواني، لدي هنا كما تشاهدون هذه لمبة، قمت بوضع لمبة هناك اللي هي 7 واط، القيمة ديالها أو القيمة لابويسونس هي 7 واط، ليد 7 واط، ممتاز. ستشاهدون بأنني سأقوم بتوصيلها هنا، والآن في الجانب إخوان تشاهدون بأن لدي أجهزة متصلة هنا في المكتب. خليكم من لي غيدو بيغو اللي هي عبارة عن ستائر، خليكم من جهاز قياس الحرارة. ركزوا جيدا على بلاغ اللي في الأسفل، البلاغ هو هذا، ويمكنني أن أقوم بتشغيله فقط بضغطة زر. طبعا شغلناه، وستشاهدون بأنه سيعطيني القيمة بالواط، كم يستهلك الآن حالا 6.6 واط، يعني تقريبا 7، يعني القياس تقريبا مضبوط حسب يعني الاستهلاك اللي تعطيه لنا اللمبة. ستلاحظون بأن لدي لامب بيرو تشاهدونها الفوق 42.6، لدي لمبة قوية هناك ليد 42 واط فاصلة 6، وهذه اللمبة اشتريتها يعني منذ أيام، وشاهدون بأنها عندي 65 واط، يعني ليست حقيقية، يعني هذه بعض المرات تكون يعني غير حقيقي للاستهلاك. شاهدون 65 واط وهي تعطيني 42.4، يعني هم يعني تم غشون، يعني غالبا هذه فقط 45 أو 40 واط ماشي 65. لمبات يعني عادية، انتم عارفين ماشي شي ماركة، هذه واحد لامارك لوميكس كما شو 7 واط حقيقية، ممتاز جدا. شنو الموضوع؟ علاش كنجربوا وصافي كنقولوا بأنه الآن هذا الجهاز يعني يقيس لنا بالضبط الواط لاستهلاك الواط. نجي الآن نقوم بإغلاقه وننزع اللمبة، اوكي لن أحتاجها الآن، وتشوفوا لدي اثنين كيبل، هناك كيبل تلفزيون شاومي وكيبل لتلفزيون دريماكس اللي عندي هنا في المكتب. اوكي نبدا بقياس الشاومي اللي هو الفئه الليد، يعني شاومي 4K 43 بوصه. دائما لدينا القياس هناك. سانزع اولا، نغلق التلفزيون، ننزع كيبل شاومي ونضعه هنا في السمارت بلاك. الآن سيمكنني التحكم من خلال البلاغ بتشغيل هذا التلفزيون. أنا واضع على التشغيل المباشر، يعني بمجرد أنني سأضغط عليه سيشتغل معي إخوان هذا البلاغ. إذن في التشغيل إخوان
يعني لأول مرة سيتم تشغيل التلفزيون، تلاحظون بأنه مع بداية التشغيل تشاهدون بأنه يستهلك 7 واط 43 واط، ارتفع إلى 43 واط الآن حاليا تشاهدون. يعني كلما يعني اشتغل التلفزيون وعطاني الإضاءة بالكامل سيرتفع معي الاستهلاك 45.5 45. كلما كانت الإخوان الشاشة سوداء في كلما كانت يعني الإضاءة خافتة كلما لن يستهلك معكم التلفزيون. 68.4 يعني الآن تعمل طبعا كل الأجهزة في التلفزيون على المباشر. إخوان أنا آسف الفيديو سيكون طويل لكن ليفهم الجميع، اعتبروه بودكاست أو شيء. نعمل له أوكي هنا، أوكي ممتاز. شاهدون 68.4 على المباشر، 68.4 انخفض ل 58.5 الآن. أظن بأنه بما أنه على اللون الأسود 49.8 تشاهدون، لأن لماذا؟ لأن الخلفية الآن سوداء. نروح على الهوم ستشاهد بأنه سيرتفع معي، لاحظوا 49.8. لتفهموا القصة أحبائي 65.2 يعني حاليا يتم تشغيل جميع التطبيقات وتظهر في الخلف، يعني 71.2 على المباشر. لاحظوا يعني حاليا كم يستهلك هذا التلفزيون وكم هو يعني في الملصق من الخلف 85 واط، كاتبين 85 واط اذا لم اكن اغلط، 85 واط بالنسبه لحجم 43 من شاومي. 71.2 الان بدات تظهر التطبيقات، لاحظوا ابس. يعني كلما شغلنا واضفنا الاضاءه مثلا تشغلوا اي شيء، مثلا ندخل على يوتيوب، عند تشغيل يوتيوب شيء دائما يعني هذا البلاك يقوم بقياس استهلاك الطاقه 71. يعني لاحظوا على المباشر الان ظهرت معي. طبعا هنا نشوف نشغل هذا الفيديو الخاص بي ستلاحظ 71.2 حاليا نحن على 71 67.8 يعني اللي فاغيا. تمر الاعلانات 72.2 كما تشاهدون. طبعا نخليه من غير اعلانات، ممكن لو تضيفون مثلا الإضاءة سيرتفع معكم الاستهلاك. يعني كما الفكرة ما فيها أن هذا التلفزيون في البلاك سينياليتيك دياله 85 واط يعني أقصى ويستهلك 72.2 يعني 72 حاليا مع اللي تشاهدون 72.2، وإذا رفعنا يعني من الكونتراست سنصل ل 80 تقريبا أظن لن نفوتها، يعني 72.2 بالنسبة للتلفزيون شاومي الفئة يعني ال 4K. الحجم يعني حجم الشاشة يؤثر 43 بوصة الحجم ديالو هذا. الآن إخوان سنقوم بإغلاق التلفزيون هذا من شاومي، انتهينا. نقول لكم الفيديو هذا سيكون عبارة عن بلوك تقريبا. الآن لاحظوا أننا لما أغلقنا التلفزيون ستشاهدون بأنه يبقى، هل التلفزيون لما يكون في وضع الاستعداد للتشغيل يعني أنا وضعته وغلقته هل يستهلك كهرباء؟ مهمة هذه القضية، هل هو يعني مغلق وموضوع على التيار الكهربائي مباشرة في وضع الاستعداد هل يستهلك؟ لاحظوا 0.7 واط، يعني هو في وضع الاستعداد للتشغيل 0.7 واط. ممتاز جدا. الآن ننزع هذا، نغلق، نجي على هذا التلفزيون. الآن سأريكم شيء آخر، عفوا كما قلنا عبارة عن فلوج. هذا تلفزيون دريماكس، نغلقه، ننزع البريز الخاص به هو هذا، نضعه هنا بوم. الآن في وضعي أين سأضع لكم الكاميرا بالنسبة للتسجيل؟ أين سنضعها على العموم؟ سأحاول أن أضعها لكم في الوسط أو من هذا الجانب أو نبعد شوية الكاميرا هكذا. الآن هذا التلفزيون، الآن سأشغله إخوان البلاك، سنشغل بالنسبة لهذا التلفزيون دريماكس 50 بوصة. دريماكس 50 بوصة يستهلك 120 واط، مكتوب فيه من الخلف البلاك اللي تبان لكم 120 واط. نشغله هكذا. الآن هو في وضع الانتظار للتشغيل وسنقوم بتشغيله طبعا من الريموت.
أو مباشرة سأشغله من هنا هكذا. فوالا لاحظوا 4 فاصلة واط، هو 1 واط يعني في وضع الاستعداد للتشغيل. الآن يستهلك لنا 1 واط تقريبا. أشغله وستشاهدون بأنه سيعطيني كم، سأحاول أن أعطيكم هناك هناك تشاهدون 63 واط. في البوت أنيميشن ثلاثة وستين، يعني ننتظر أن يشتغل، لازال في 63 واط استهلاك. الآن أشغل الواجهة الأمامية حاليا طبعا ستنخفض، نشغل هذه الواجهة وستشاهدون إخوان بأن التلفزيون هذا حاليا يستهلك لنا 63 عوض ما هو مكتوب، يعني أقصى شيء هو كما قلنا 120 واط. لاحظوا ممكن نشوف نشغل مثلا يوتيوب، نبحث عن سيكريت اوف نت مثلا، هاي قناتي، نشغل احد الفيديوهات وتشاهدون بانه الان يستهلك لي 63 واط. السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا من جديد. مرحبا من جديد. 63 واط لو رفعنا الاضاءة، حاول بأنني نرفع الإضاءة، نروح على الإعدادات في السيتينج، حاول نرفع بيكتشرز، نجي بيكتشر مود، نعمل عوض ستاندر، نعمل دايناميك. رفعت الإضاءة 72 واط الآن عندي 72. كلما رفعتم الإخوان في الكونتريست وفي الإضاءة وفي البراينت، يعني ستشاهدون بأنه سترتفع. الآن 86.9، يعني هذه تؤثر. إذا أحببتم يعني أن تخفضوا من استهلاك الطاقة دائما، قوموا بخفض الإضاءة كلما خف، يعني أنا هاي على الديناميك على سبورت. يعني الآن هناك إضاءة إخوان، يعني تشاهدون بأنه 86.9، يعني ارتفع قليلا. لو وضعت مثلا ستاندر أو سينما نايت، خفضنا الإضاءة، تشاهدون بأنني خفضت الإضاءة الآن، تشاهدون بأنه نزل على 77.9. رحت على سبورت، رفعت الإضاءة إخوان، سترتفع معي. هذه هي الفكرة إخوان. الآن لن أطيل عليكم، نروح عاوتاني من جديد نجرب تلفزيونات سامسونج، لدي تلفزيون آخر سامسونج، ونجرب تلفزيون شاومي الفئة الآي 2 الأخيرة 50 بوصة، اللي ربما سمعتم بأنه يستهلك طاقة. هناك إشاعة تقول بأنه يستهلك طاقة، تلفزيون كياكل الضوء. فعلى المباشر إخوان سنقوم بتجربته مع بعض أيضا أحبائي، ونشوف هل فعلا يستهلك الطاقة أكثر من اللازم. بالنسبة لهذا التلفزيون، لأن التلفزيون شاومي حتى الآي 2 حجمه 50 بوصة تقريبا قد هذا، يعني نفس الشيء 50 بوصة. هذا يستهلك حاليا 87 واط مكتوب في البلاك سينياليتيك ديالو، هو تقريبا 120 واط، يستهلك لي الان حاليا 87 واط بالتحديد كما تشاهدون هنا في هذا التسجيل. نطلع فاصل ونواصل. اهلا بكم من جديد. إذا الإخوان سنجرب استهلاك الطاقة بالنسبة لتلفزيونات سامسونج. نشوف هذا التلفزيون اللي عندي، طبعا هذا الحجم 43 بوصة، حجمه 43، الفئة السادسة الكايوس 1400 4K LED 4K. هذا التلفزيون إخوان استهلاك الطاقة حسب المعلومات اللي تشاهدون والإتيكات هو تقريبا 70 واط. 70 واط. لدي البلاك آخر هنا، هذا البلاك مشبوك في كولوار نورمالمون هنا. ستشاهدون لو لاحظتم بأن لدي مثلا فوق ليد، اللي تشاهدون لدي الليد هناك، لاحظون ليد هي شغالة سمارت ليد.
هذا اللي تقريبا 80 واط حاليا تستهلك، 80 واط يعني على مسافة المنزل. يعني ممكن ايضا سبوت، شغل لي سبوت حاليا، خليهم هكذا اللي تظهر الاضاءة 22 واط. اوكي، ساشغل هذا التلفزيون الان لنشوف الاستهلاك بالنسبة للسامسونج. اذا اعطيته تشغيل ومشغل الان، ونشغل التلفزيون طبعا من خلال الريموت. احبائي وستشاهدون الان ظهر معي التلفزيون 17 واط 30 واط، يعني يتم تشغيل التلفزيون حاليا كما تشاهدون. لما تكون بعض المناطق باللون الاسود، يعني هنا الليد يعني مغلق، يعني كما لو ان اغلقنا الليد هكذا، يعني هذه مغلقه الان الليد، تشاهدون بان الاستهلاك سينخفض، انخفض الاستهلاك ل 23 واط. شغل ليد هناك، كل واحد ليد. لاحظوا بانني ساقوم بتشغيل شيء معين، نروح مثلا على، يعني نروح على يوتيوب مثلا، تشاهدوا بانه ارتفع من 32 استهلاك ل 32 كما تشاهدون الان. يعني هناك اضاءه في التلفزيون، يعني هناك اضاءه حاليا 97، لاحظوا 97 واط. يعني اخوان لا يغركم ما تشاهدون، طبعا هو هناك 70 واط مكتوب، ولكن لدي حاليا 96 واط في الجانب. الان اخوان سنجرب تلفزيون شاومي الاخير الفئه A2 50 بوصه، وضعت له مراجعه طبعا في الدائره البيضاء. هذا التلفزيون اخوان حسب الملصق او الاتيكيت او لابلاك سينياليتيك يستهلك 130 واط، مكتوب بانه يستهلك 132 واط كاقصى شيء. سنجربه اخوان كما تشاهدون. طبعا انا في تضع لكم هنا لحظات، تشاهدوا بانني انا في صالون. اين انت يا صالون؟ في الصالون اخوان طبعا لدي هنا ليد، لو قمت يست عندي ليد في هذا الصالون تستهلك تقريبا 90 واط. نغلقهم، غلقت الليد، شغلهم. اوكي، لدي في الاسفل تلاحظون لدينا البلاك عليه تلفزيون شاومي، هناك يظهر كما تلاحظون عليه تلفزيون شاومي، ها هو احبائي مشغل الان. ساشغل التلفزيون ونشوف كم يستهلك من الاول. يعني شغلنا التلفزيون، ظهر اللوجو، اعطاني طبعا، ساحاول ان اضع لكم اين ساضع في الجانب، لكي ساضع لكم في جانب التصوير. 50 واط الان، 50 واط اخوان، ظهر اللوجو البوت انيميشن، 53 واط. اندرويد تي في طبعا هناك سواد، يعني هذه اللمبات هي مغلقة، الليد مغلق، يعني سيستهلك لك اقل. 89 واط، 89 واط حاليا يظهر معنا اللوجو، انخفض 59 واط. طبعا يظهر معكم التسجيل الفوق، انا حاولت يعني اضع لكم فقط البلاك كم يعطي. 92 واط حاليا بالطاقة الكاملة، 92 واط اخوان. يمكنكم مثلا، انا لا اريد ان اشغل فيلم معين او شيء، نروح على يوتيوب، دائما لاحظوا 92 واط اخوان، فوق يظهر لكم البلاك كم يعطي حاليا، 82 93، لان هناك اضاءه اتش دي ار. نجرب مثلا نعمل شيء مثلا هذا الفيديو بالاتش دي ار مثلا، مر الاعلان، مر قليلا، وسارفع في الجوده اخوان. ستشاهدون ها نزل ل 35 واط حاليا، هناك اضاءه ترتفع 82، هناك سواد 86 واط. يعني دائما كلما اشتغلت اللمبات التلفزيون بالكامل كلما سيستهلك. نفس الفكره اللي اريتكم، لماذا انا اريكم ذلك، هي نفس الفكره بالنسبه للليد صالون مثلا. الليدات اللي عندي هنا كلها شغاله 91 واط حاليا، تقريبا بنفس استهلاك الليدات اللي عندي هنا في الصالون. نلاحظوا 96 واط. يمكنكم ايضا مثلا لو بعد بال HDR لن يفوت لك ال 100 واط، 96 واط لاحظوا. حاول ان امرر، قليلا
في هذا الفيديو، يعني لا أدري يعني تصويره، الجودة حاليا يعني 4K، اللون الأزرق 91 واط، يعني 66 نزل لأن هناك سود. هذه هي الفكرة يا إخوان، هذه الفكرة، يعني لا تسمعوا يعني فقط كلام، يعني هكذا تلفزيون مكتوب في البلاك سينياليتيك ديالو 130 واط يستهلك على المباشر إخوان كما تشاهدون 94 واط حاليا، لو تشاهد يعني 94 واط، كما لو أن لديك لمبة إخوان أو شيء، يعني دائما قارنوا التلفزيون مع لمبة عندك 100 واط تقريبا، 60 في هذا 60 70 100، يعني دائما حسبوا بأنك هذيك لا لومب شغالة، اللومب تعمل لديك بنفس الوات 94 واط إخواني، حسبوا لا لومب ديال 100 خدامة، وهكذا أنت ستقارن الاستهلاك، تعامل مع التلفزيون نفس الشيء. الكلام اللي ينشر على المنتديات وعلى الصفحات وعلى اليوتيوب وعلى وعلى أصحاب المهرجانات في التلفزيون إخوان، صراحة غلط من يقول بأنه فهو يستهلك تقريبا نفس السياق، نفس التلفزيونات تقريبا في نفس المعدل، يعني بين 80 وبين 100، بين 80 إلى 100 تقريبا نفس الشيء. كلما ارتفع التلفزيون في الحجم، كان مثلا مول 65 75 سيستهلك أكثر، وأظن بأنه لن يصل لل 200 واط، لن يصل لل 200 واط. إذن على المباشر إخوان كما تشاهدون، فالجودة 4K لاحظوا، والإضاءة والاستهلاك دائما 94 95، يعني كلما كان اللون الأبيض يعني أن الليدات اشتعلت أو اشتغلت في الخلفية. هذه هي الفكرة إخوان، أتمنى أن تصل للجميع. نعود لكم إن شاء الله في دروس قادمة بالنسبة للدوموتيك، يعني شاهدت بأنني أتحكم من خلال، سأشرح لكم عدة أمور يمكن استغلالها في منزلكم إخوان وتستفيدون منها من خلال أنظمة المنازل الذكية إخوان واستغلالها في منزلكم أحبائي. لا تبخلوا علينا باللايكات إخوان، أتمنى بأنني أوضحت الفكرة من خلال هذا الفيديو. تحياتي لكم ونلقاكم في الفيديو القادم أحبائي.